أولا أنا سعيدة النهاردة إن إحنا بنحتفل جميعا بمرور عام على إنشاء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، المؤسسة التوعوية اللي تم إنشائها لكسر وصمة العار عن المرض النفسي. إحنا كلنا بنمر بأزمات كثيرة جدا، مرينا بأزمات كثيرة جدا أثرت في نفوسنا، إنما إحنا في من الناس اللي هم بيعانوا من التعب النفسي أو العرض النفسي أو المرض النفسي، وما بيبقوش عايزين إن هم يفصحوا عن هذا المرض. المؤسسة لا تخاطب المريض، المؤسسة تخاطب أسرة المريض، لأنه الحقيقة الأسرة إذا كان المريض بيعاني فالأسرة بتعاني أكثر، الألم بيبقى على الأم وعلى الأب. عشان كده إحنا بنشجع الأسرة، الأم والأب، إن هم يكلموا وإن هم يطلبوا المساعدة، وإن هم ما يقولوش إحنا مكسوفين إن إحنا نروح لطبيب نفسي أو أخصائي نفسي. ودلوقتي بقينا نسمع عن مسميات جديدة لوظائف جديدة بتقول إن هم ممكن يعالجوا، لابد إن إحنا نروح للطبيب المختص والأخصائي المختص. فالأسرة المصرية هي دي الحقيقة، هي لب شغل المؤسسة، لأنه بالتأكيد لما ننشر للأسرة إمتى تروح للدكتور، إزاي تكتشف المرض النفسي، الأدوية النفسية إزاي يتم التعامل معها، كل ده الحقيقة ده شغلنا في صميمه. المريض النفسي محتاج اللي يساعده، والأسرة محتاجة تفهم كويس قوي ان احنا معاهم، ده مش حاجة وحشة ومش حاجة اخبيها. المرض النفسي زيه زي المرض العضوي، لو ما خدتش العلاج انا هضر نفسي وضر اللي حواليا. احنا عملنا اكتر من 101 مبادرة، احنا دخلنا كل البيوت، احنا رحنا المستشفيات، احنا رحنا المجلس القومي للمرأة في المحافظات، احنا زرنا كل حد بنطمنهم ونقول لهم اتكلموا ما تخافوش، ده مش وصمة عار. رسالة فاهم رسالة انسانية ورسالة ذات قيمة، خصوصا في وقتنا المعاصر آخر 10 years أو آخر 5 years after COVID-19، كمان بنحتاج كلنا إن إحنا نشوف قد إيه المشاكل والهموم والأزمات والتحديات اللي بتواجهنا، ودي طبيعة وجود الإنسان في الحياة، فيحتاج لحد يطبطب عليه يقول له ما تشيلش هم. وربنا أقسم بالنفس في القرآن بعد الطبيعة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، يأتي القسم بقيمة نفس الإنسان، وإن هي بتحتاج في أوقات كتيرة قوي للدعم النفسي. ربنا يقول ونفس وما سواها، عشان نفس الإنسان تبقى سوية يحتاج في فترة معينة إن يروح للمتخصصين.